بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم به مطلقون. كلا سيعلمون. هم كلا سيعلمون. أم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سراجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرايا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألبابا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسالا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يجدون حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا كل شيء أتيناه كتابا فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواب عباد وابا وكأسا دهاقا يسمعون فيها لغوا ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا فيقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء قدم لا إله إلا قدمت يداه ويقول الناظر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سطحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة غروبا يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في العاقرة أإذا كنا إذا كنا في الأسان إذا مرة غافرة وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فترشى وأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أتبع يسعى وحشر فنادى قال أنا ربكم الأعلى أخذه الله نكال الآية والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أصع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأغطش ضحاها
جادها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى كريم لمن وأما من بغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكرها يا ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية روحها لم يلبثوا إلا عشية روحها عبس وتولى جاءه الأعمى ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى ما عليك ألا يزكى أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة سلام بلدة قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السرية يسره ثم أماته فأقبله ثم إذا جاء أمجره ألا لما يقضي ما أمره ينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفز المرء من أخيه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة البشرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الورود حجرت وإذا الأبيار سجلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالغنة جوار الغنة والليل إذا عسعس الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين كما صاحبكم بمجنون ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم حين تذهبون إن هو إلا سر العالمين شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت
انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي سورة ما جاء نكرك هلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لازمين داما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخبرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لا إلا كتاب الفجين في سجين ما أدري ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبهر إذا في عليين ما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إذا مروا بهم يتغامزون إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاتحين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وعقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا ظن أن لن يهورا ألا إن ربه كان بي بصيرا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا
قرئ عليهم القرآن لا يسجدون للذين كفروا يكذبون الله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وصل أصحاب الأخدود أهل كتاب الوقود هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين جود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك دون الخمير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ هل ينظر الإنسان مما خلق خلق مما من سابق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمر هويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى خلق وسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غطاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى إن بعد الذكر ذكروا من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يعيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى هل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناظرة إلى نار حامية تصفى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في
جنات عالية ما يسمع فيها باقية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمزاجر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ذلك قسم للحجر أم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين بقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالإرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا يكرمون اليتيم يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما لا إذا دكت الأرض دكا دكا ربك والملك صفا صفا يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان فأنى له ذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين وخصاما وشفتين وهديناه النجدين فرقت حمل عقبة وما أدريك ما العقبة رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها
دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدم فسواها والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى عنه ما الله إلا تردى إن علينا للهدى إلا لنا للآخرة والأولى أنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الألقى الذي يؤتي ماله يتزكى عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فعلى وأكبر لله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أريد الله يا أكرم العاقلين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلا إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية ألا لا تطعه فاسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فأبنيها حتى أطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ويقولون ذلك لمن خشي ربه والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصر ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي هاوية وما أدريك بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر
العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله لله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممثلة من الله وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة من الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. الله أكبر. لكم دينكم ولي ديني. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان أوابا أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب لا تعذبنا بعد تلاوة القرآن العظيم أنت ولا تفرق بيننا وبين القرآن العظيم أنت ارزقنا أن الرأي وجب الجليل في حق القرآن العظيم والنبي الكريم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل بكتاب مبين. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وإن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم فإذا مسروبا عنهم وحاق بما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولوا لفتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مبايات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم لا تكفرون. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يريد الحياة
الدنيا وزينتها وفيهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبادر ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه يكون ذنبك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم